السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خبر جميل إن مطار شنغهاي ده مطار موجود في سنغافورة ومعروف بشكله الجميل جدا، وإن هو فيه نباتات وفيه شلالات وفيه مناظر جميلة جدا. فهو أنشأ نسخة افتراضية بحيث إن أنت تقدر تزورها من خلال الكمبيوتر، مش لازم تسافر، من خلال منصة بتاعت ألعاب اسمها روبلوكس. تمام، أتمنى أكون نطقتها صح لأن ناس كتير بتلعب اللعبة ديت. فتدخل اللعبة وسواء معاك الـ VR أو هتمشي بالماوس والأزرار الكيبورد، تقدر إن أنت تتجول وتتمتع بالمنظر الجميل اللي هم عاملينه. ده بداية إن كل بقى الأماكن الأثرية، يعني أتمنى في مصر مثلا الأهرامات والأقصر وأبو سمبل وكل الحاجات دي كلها تبقى موجودة على منصات الألعاب ديت. ممكن يتعمل لها ليزر سكان أو يتحط المعلومات بتاعتها بحيث تبقى دعاية إن هما يجوا يزوروا بلدنا.